ما لعبتهاش قبل؟ لا ما لعبتش. لا ما لعبت. لا ما لعبتش. العم لعبت لعبة من قبل. يرى بها أربع من الناس جيبوا ورقة يكتبوا فيها كلام معين ويشعلوا الشموع وتصير بطريقة هي اللي أنا ما نحبش نذكرها. عباد طلع في الوجه من باب الفضول. حبينا نلعبها خاطر برشا عباد قالولنا عليها وما صدقناش. حبينا نجربها ونشوفوا شنو يصير وصار. يقولوا العباد ان الوجه تنجم تجاوبك على برشا اسئله على اسرار ما تنجمش تلقى اجوبتها في الدنيا دي. بالحق حاجه تخوف برشا. حبينا نلعبها نعملوا جو احنا واصحابنا من ضحك وتفرهيدة ولا رعب كبير برشا. ما ننصحش العباد تلعب الوجه جمله على خاطر ما يعرفوش مخاطرها شنية. تنجم تدخلك الهلوسه الشك الخوف المخك معناها حاجه بالحق اختيره برشا.